شوف 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 لي حل. اسبوعي ماشي معايا الحمام. هاي ماشي معاك على شيء قلقك؟ اسبوعي اسبوعي شد ولدي، هذا كله في اثنين، وهذا يطفل عملتو لكم بالعطر شيء يوم الورد. بربي يا امي بجاه ربي، علاش تحب تنغص علي حمامي هك؟ علاه يا فضيحتك، وخيك صغير ما نتهنى عليه الا معاك انت، ما تحرش اللي يدوخ. يدوخ هذاك؟ يدوخ ويدوخ. عساك. مرسي بارك الله فيك. حطيت له مناشفة؟ ايه. ومريو الخلع؟ حطيت. والكلاسة؟ وعاد يا امي فضيلة، كي انتي حافظة حوايجه الكل حضرت له ساكو، علاش تقيم فيا انا على الصباح؟ لا يا خويا مشي ناش، حتى انا زاد راني قايم على الصباح، النهار اللي باش نرتاح فيه رزيتوني فيه. شفتي انتي سات جور سور سات، وي جور سور سات تقوم مخر. اسمعني. هاكا في صار حوايج خوك، فما تعبتين برقداد مسكي حطيتهم لكم. مالا ان شاء الله ما نسيتش شقيلة الحلال نتاع حريشة في بيت السخون. ادي او نب عليك قدام امك. ها نمشيو للحمام، كل حد وطيبه، كل حد وكاستو، وكل حد وصابونه. باهي باهي اسمعي، نهار راح عليكم. شو كي تخرج عيش ولدي لف على جراجم خوك وتلف انت بالقدا. هيا نهار راح عليكم، يلا يلا نلف على جراجم. هيا عاد ومية. بارك الله على وليداتي، كي بداو ماشيين مع بعضهم من لا وهرة ومن لا فخار. استنى استنى، هاتك الكتف. فوالا واسمع ونب عليك، في الشارع تبعني من بعيد، ها يقولوا هالكراكوز اللي ماشي معاه. صباح الخير خويا سليمان. صباح الخير. ماشي الحمامة؟ ايه ايا صحة صحة بالمسبق. يعطيك الصحة يا عايش بنتي. زوزتي تحكي نرجع تعلم تاخو بوسة الحمامة. وش خص؟ وتوا نقول لنا زيدة وناخد نستناوك. شكون خدي جناتة؟ بطلت بالراس. وانتي هالصر اللي هزو عندك نشرة صابون في السطح. كيف صار الحمام دعوي؟ قولي يا صوتي قريتوني حسابي من في السيرة. مالا ليه؟ كي ترجع من الحمام سخنها في الميكرووند نتاعكم بالشفاء والهنا. الشفاء على ربي والهنا يعني انا وياك. عزوزتي تعرفش كيفاش؟ كنت نهزر لك انا بعد الكسكوت في الصينية. سي اسبوعي قلت لك تبعني من بعيد، ما قلت لكش كركر. باهي هاني جيتك. يا باي عزوزتي. صباح الخير. لبس عليكم؟ الحمد لله. صباح الخير اختي زينب. صباح الخير. صحه صح، هاي هاني جبت لكم الفطاير، نزلوا سخاء. ليه عاد عز باش تقعد كل نهار احد تقوم الصباح بكري باش تجيب الفطاير؟ على الاقل اعملوا بطريقه ترزينوا باحد انت واحد هي. ليه عاد يا امي فضيله؟ انا نودكم بالكروسان والبان شوكولا. ليه امي ما الفايده في الزيست كما تقول امك؟ عزه يجا معايا نكمل نخمل بيتي ونجي ونفطر. هاي ولا نحطهم في كوش الغاز خير يقعدوا سخاف. عاد قلت لي يا امي فضيله راني حطيتهم انا، وزيد ماك تعرفني الفطاير ما نحبهمش. ليه عاد اختي زينب؟ فطاير من فطاير، وانا نعرف منين نشريعات. هاي هاي معاك. هيا زوز زوز. يا قديش تصور نتاع شكون؟
هذاك سليمان وسبوعي كي كانوا صغار وبقيت العائله. شو سبوعي كي كان صغير يتكعبر. وهذا اللي بحذيه شعره مشعشط، ما تقوليش خويا سليمان هكا طلعته وحدك ريتا من الصغرى يقحر له خيو. ان شاء الله ديما زي ضحكونا معاكم. ام فضيله توريثيه في طوركم القدم. يا اختي زينب ما حليك كنت صغيره. عليه شبيني توا ريتني مشوهه. ليه نقصد في التصويره هذيا؟ تبارك الله عليك هكا شيخه ومعنقه خويا سليمان معنقته ترى شوف. ليه يا شومي هذه ملكة بنت اختي. ايه هذيك كانت القد سروال العينين موج بحر والشعر سبول قطانية كانوا راسين في شاشية هي وسليمان. ايه يا حسرة بارك الله عليها محليها ترى. اي ليه بالحق ظهر فيهم راسين في شاشية سيختو راسها هي. مكتوب ربي بنيتي مكتوب هذيك كانت متسمية على سليمان. أما ولدي ما يقولش بهالحكايات حبر ما كمل قرايته عرف زينوبة وفي دقيقة عرست بيه. مسكينة مليكة عرستش الأخرى. ليه بنية أختي مسكينة والله لا عرست يا حسرة. هكا يا أمي فضيلة تتحسر خاطر ولدك عرس بيا؟ تيزيني من الهبال يا بنتي أنا متفكر في أيامات العز راني. أما لا تنمشي نثبت مع سليمان مازال يتذكرهم أيامات العز ولا لا؟ زعما تغشته؟ يا بنتي انت تنجم تفهمها وقتش تتغشش وقتش تزهى اش عندك فيها؟ هيا نقول لك باش نهدي لك نهار الفاتحة ولا ليه؟ قل لي امي قل لي باش تهدي لي؟ يا للا باش نهدي لك مصحف ذهب مرصع بالشيشة. يا امي فضيلة ربي فضلك ربي خليك انت بالحق ميمتي. ايش بيك راني عندي كنة واحدة. زيد ما فماش ما أبن من الفطاير في فطور الصباح خفاف ويشبعوا. يا نانا طلع أمي فضيلة نهار خطبتي شو تهديلي؟ أشنو؟ عروس جديدة؟ تهديلي يا نانا كتاب ذهب مرصع بالشيشخة. كتاب ذهب مرصع بالشيشخة اللي كنتي؟ واه يا نانا شبيك؟ يا أخي حرام فيا. ليه نقصد واه يا اخي انت تشيشه ولا طريف. المهم ان شاء الله هالخطبه تتم. يعجبك هكا توا يعجبك ولا وحنا دار ساقات والله العظيم من ريتك واقف بالصرا نتاعك الصباح عرفت اللي باش تصير لي موت قبل تلاك بالله مانيش عارف قداش عملت لي في قروبتي صار عليك ما نجمش نتلبك تقبح 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 زيد تقبح استنى نرتاح وتو نوريك يا امي ظهري يا امي يا امي ظهري يا امي يا امي انتي شبيكم يا زينب يا زينب يا زينب زد الزيت زين يا اخي شبيك بابا عملت طيب ولا تروح جودو؟ طوطو شبيك مدور علينا وجه؟ طفينا وفيش توا نهار انت بترس فيا معنوز من على ولدي شبيكم؟ يا اخي تلكش توا سليمان هذا اللي نوصي فيك على اخوك. يا ليت يا امي يا ليت تلكشنا الاخر راه فما واحد فينا صحيح. اما استنى بركة تروح غيركم استنى استنى من غير ما تحكي لنا. هاي قوم اتكى في بيتك عاوني خاخو عاوني يا زينب بشوية هاي بركة هاي هاي انت بشوية يسيف لي هاني يسيف لي ظهري يا ميمتي يا ميمتي سبوعي برا سبقني لبيتك هاتا نجيب بروفيسور ونمزدك سمعتني قوم طنطن تعرف تعمل كرينو وحدك. شبيك هبلت يا اخي ما تراش فيا موجوعة؟ اسم الله عليك تقولش عليك ماكش حاسة لا بيا لا بظهري لا يوجع عندي. بالعكس يا عزيزي ما تتصورش قداشني حاسة هذاك الشيطان طاح فيك. شيطان؟ شبيك منين عرفني الشيطان مش يطيح فيا؟ اش فيها هذيك مش بوضح وهذا شكون هذا؟ ها؟ شكون؟ شكون هذا؟ ترى شكون؟ ايه وين ترى فيه الشيطان هوني؟ حسرة يا حسرة هذاك وقت كنت في طنبكي تصويرة هذه من عمر أماني ولا أكثر؟ ليه كان حبيت على الأقل من عمر أماني
قل لي يا اخي وين تحط بها التصويره هذه؟ ميمتك مستحفظه عليها وتعرفش علاش. علاش علاش توا ام مستحفظه على تصوير ولدها زعم علاش؟ ما جون وفاد وهاش شخطوره اللي معنقتك باقي تشوفها با علاش؟ شخطوره بوف الوجه هذا الحقيقه ما نتذكروش. زيد ثبت كيفاش تحبني نثبت وظهري يوجع؟ علاش علاش ها باش تثبت بظهرك هكا يا سلومه هكا تنسى حبك الاولى ليكس خطيبه؟ يا زينب يا زينب راك عورت بالغيرة راه يلا يلا هذيك مليكة مليكة خطيبتي الأولى مية سيفيني انطرو اكاو ملي كنت انت في الروضة هي هاك نزلت تتذكر اسمها كيفاش تو تحبني ننسى اسم بنت خالتي؟ كل واحدة نعرفها قبل العرس يلزمني ندخلها في البيلتان نميرو 3 بتاعي هاي ظهري ظهري تعرف ان اللي غيظني شنو اللي حبيتها قبلك؟ ليه 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 اللي غيظني اللي الحكايه ما سمعتهاش منك انت وسمعتها من عند الغير. غير يلا ولا التصويره هذه الله يهديك يا امي الله يهديك عندها اكثر من 20 سنه. ثانيا اللي كان نحكي لك على النساء اللي حبيت عرفتهم قبل العرس تو نقعدوا سهريات وليالي كاملين واحنا نهروا. نعم 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 صار هما برشا؟ اي نعم اي برشا برشا ليست طويله وعريضه عاد تغلط وانت ما عندك الحق تحاسبني كان على الافطر عرس امان اي ظهري هي عاد لقينا الحبيبه بعبي مونها راحت في صباح وقلت له بنقربوا له يقول لك اسمع انا عندي توزينه قبلكم ولا قلقان انا عندي حارتين كبار وزوز صغار وتشليله ابو يا اخي حميم رجال هكا اختي راني جيت بكري لخاتي جنات خاطرني مزروب بالعربيه عندي ما نعمل بشويه وخي يا اخي ربي ما عطاكش الصبر يعاد كملنا الحكايه يعاد كي ايستنا من حكايه الطيب سيدي خويا بدا يضرب القلق وانا بدا تلعب عليا الدوخه ماني ما فطرتش مليح يا امي على خويا هذاك اللي قالك ما فطرش مليح ضرب نص خبزه زبده ومعجون ومسح بفطيره في الاخر علاه يا اخي نسيت الصعق والصر اللي كليتهم وحدي يا خويا في بالنا بيك لعبت عليك الدوخ كمل حكايتي خلي يمشي واحد يشوف اموره والصباح الحسيلو قال لي سيدي خويا اسمع اسبوعي احنا جينا برا نعملوا التشليله ونروح قلت له انا سيدي خويا نعمل لك تكسيله يا اخي قسمت الراجل في فمي تيلي تنطر من ورايا كل شعري رسول وقال لي اسمع انت بالذات لا تكسرني لا تفصلني عمل لي طرف صابون في ظهري مشيت لك الساسي نلقوا مي حطيت النقال بصابون اخضر عندها الحق من ناحية الوسخ كان الصابون الاخضر هي عندنا ماني لعب عليا الدوخه فلكشك طرف صابون من يديا جا تحت ساقي نزلك انا وطلع على شكون نطيح على سيدي خويا انا كروتي تعوجت وهو طعن ظهره وطعن شعره شعره لراسه جال حرفة الحوت ستر ربي تعرف المره الاخرى نقرا في الجريده قالك اشتر لك سيدونيتي يصيروا في الحمامات ولا هو يظهر لي في ثنيه الحمامات ما نتفكرش حسيل من ظهره كونسي بس عم اليوم يجي يخدمها والله يبقى ما نعرفش يا ولا حويل اي خليني نمشي نانا السنة فيا اي اخويا تفضل اي تفضل اي اي ما كملت ليش شقلك خوك بعد ما طحت عليه وشعل فيا ذن شعلة ودعا بيا دعا اول مرة نسمعه بكسر حاجة قالة قلني شد صحيح باش نمشي للبيرو اليوم انتي مو كلم شسمه هذيك الكاتبه نتاعك توخر لك الرونديفوات وقعد ارتاح في الدار لا يلا ماهوش على كيفك يلزمني نمشي نخدم في البيرو على خاطر عندي رابور وبيلون يلزمني نبعثهم للنادي علاش ما تجيبش خدمتك للدار جيب خدمتي للدار ما تشوفش فيا كيفاش ملول بتقولش عليا سوق في بسكليت بتاع كورس وان بليس الرابور والبيلون يلزمني نعطيهم لشسمه هذيك الكاتبه نتاعي باش تكتبهم على الاورديناتور اعطيني في ستي قولي شاد صحيح باش تمشي للبيرو على خاطر الكاتبه نتاعك سامحني على خاطر الرابور اللي باش تكتبوا الكاتبه بجاه ربي يا زينب بجاه محمد يا زينب اسكت وخليني نمشي نخدم روحي يا ددو تعرف لابوطاج بتاع كروبتي معنوزه شنو كوني نبدا نخدم ونحس على الباب يعطيك يا اسبوعي في بالك اللي تختي كولي ينجم يدوم 3 ايام شو
تغيام وعليا و... خير دكتور، لطف عليك لطف عليك، ان شاء الله ما عندك سوي يا دكتور. تعرف الاكسيدون هذا ميسيرو راهو تعرف ده انا اكبر اكسيدون عندي في حياتي هو المخلوق هذايا. سي المدلك حكيت له على الفيرسيون بتاعك والا النسخه المطابقه للاصل؟ شو عاد بربيتي دي خويا على الصبيح مولي صرصار اللي صرصاره توا اللي صرصاره يبدا البارح نلحلح بيك ونقول لك عايشك ما تمسدنيش وانت هابط عليا كي العقاب بل هاي شويه طلعتولي. لطف عليك دكتور لطف عليك لطف عليك لطف عليك. دلندا وي دلندا عايشك عندي رابور باش تكتبهولي على الاورديناتور برا طيب لي قهوه قلت عليا البيرو. حاضر دكتور سيس روحك سيس روحك. طنو عليك انت يا شباب طنو عليك استنى بركة يا برا ظهري وطنو نقول لك اش معناتها التمسيد المجودر نتاعك. اخوي سليمان سمعت بك مفريك في سوس واللي صاب لك الصبع ما قالكش اللي هو السبب يا ودي حكايه فارغه هذاك ظهرك تفتل ترى فين تحس في الوجع فيه ومن وقتاش سيادتك انت تفهم في اللي تروماتيزم في بالكش اللي خالي كان طيب وجلين وهذاك سيدي مش روماتيزم هذيك فتله في ظهرك ترى فين تحس فيها بالضبط قل لي يا سيدي فك عليا الوجع في ركبتي اليسار يا ودي انا نقصد وين سلسولك متكونسي في مخروقتك في كرومتك بين اكتافك الوجع يا باجي في السيرفيكال يظهر لي ما بين الستر والسكات شنو هذا يا اخي الوبرة تاع بيتوتين هذا قوم تشبك تصعب في الحكاية بربي قوم يا باجي قوم يوجع ما نحكي لكش هبطت لي من كرومتي حتى لوز ظهري بشوية باجي عايش خويا ما تخافش امشي هاي اقف الناس ارخف روحك ليه مش بالكل هيك هز يديك فوق هز يديك هز كيف نية يا باجي يا باجي حط يدك على راسك حط يدك على راسك يا باجي هات الأخرى هات يا باجي هات الأخرى يا باجي اسمع توا باش الترسيقة وتفكرني قول كنت نكذب زعما يا باجي ضربة ضربة لأني عنده فتلة في ظهره هاي بشوي سمعتها ترى جرب روحك تتحرك ولا ليه جرب انت الناس متحرك يا باجي توني نويت عن كوشك عجب زدتك ونسيته تعرف هذاك هذاك خاطر تحركت لا ما عادش نقدرش نتحرك جملح لا مش مشكلة تنعاود نترشخك من جديد اخرج اخرج لا نعلم عليك يا باجي شمة ما ينزيش انت قسمت في داري وزاد هو كمل على ما بيا يهلكك يا سيدي خويا تعب نوصلك للدار انت سرتو انت لا الله اعلم اش لازم يجرالي من هنا حتى للدار دكتور شبيك وليت هكا دلندا اجري لي عايش كي جوش يعني للدار اجا حضر دكتور تك عليا تك عليا دكتور كبش مليح سيدي خويا لا تطيح دلندا وي دلندا وي مامي سيرش متكي علي بيان سور دكتور خذ راحتك اي بشوية راستنا قديش كبر وعاش اي انا وصلنا دكتور اي يا لطيف قصدي الحمد لله كي وصلنا شبيك نسمي على سنين ريتا ريت ممكن ما تسمعش كلامي ريت كي نقول لك هيت عليك صافا لما انا وصلت تعطيني انت يا ميت احكي لي اش صار لك شو صار لي اللي برجو بسبوعي والباجي اش تحب يصير له مكلب سيبه وضرتها سي الباجي حاب يترشق لي ظهري يا اخي زاد على ما بيا اي امي اي 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 مالنا فيانا دلندا مرسي بوكو هاوك ارجع للبيرو واجل لي رونديفوات نتاعي الكل
ومن بعد رجع لي هاني نستنى فيك. وما تنساش باش تجيب لي الاورديناتور بورتابل نتاعي والدوسي روز اوقف في القجر نتاع البيرو. هذا الدكتور اخ. ترجع لك؟ وين باش ترجع لك؟ ترجع لي هوني للدار. ليه عادي؟ هذيا قلت لهم اسكتوا باش كمل تدخل لي سكرتير نتاعك لداري؟ يا بنتي يا ربي باش نقطع حوايجي يا ربي. رجعت لي باش نعملوا لك الرابور اللي قلت لك عليه باش نخدموا. باهي مالا انا باش نقعد معاك. مانيش متحركه من هون. توا هكا توا هكا توا احنا نخدموا تتعس علينا. عليه؟ كي نيتكم صافيه وما بيناتكم حتى شيء، لواش تسمي فيها عسى؟ احسبني محسوب نونس فيكم. يا اخي قولوا لي اش ثم؟ اش بيكم تتناقروا؟ وانت اش رجعك من بيروي؟ اوه اش بك يوم جنيه بسم الله على ولدي؟ ها؟ ما هو سيدي ولدك اللي حاسب روحه طبيب، مخلي سير باجي يترشق له في ظهره. هكا يا سليمان هكا؟ باقي تسمعوا في دباير الباجي؟ لو كان كسر لك سلسل ظهرك يا سيدي. يا بركه توا بربي، اللي صار صار. اللوم بعد القضاء بدع. ايه الجمعة الجاية نفس الوقت ونفس النهار. يعيشك ليوريك سوء يبلغ وبربي سمحنا على توخير الرونديفو. يعيشك بسلامة. سبوعي لاباسة؟ يا دتو نعم نمشي نتنى على ستي خويا ما نجمش نمشي وحدي الوجاعة عملت فيا. تحب نعاونك؟ ماذا بيا يا دتو توصلني كيما وصلت ستي خويا بكري. سارة بيه سيدي أما على شرطي خذ صباح جيب لي كرواسون سخون مش من الكوشه اللي مطعمه بالجيز والمزوط. اوكي اوكي مشيت معاك. ايش ايش بركه ايش وانا نقول لك كيفاش يا خويا فك علينا من مشاكل. تمشيش تراك عزة على غفلة ترسلك تكل في السكك يا خوك. انا شكون باش يوصلني انا؟ وين باش يوصلك؟ ترسلي خويا. ليه عزوزته ما هو مسكن اسبوعي ما نجمش يمشي على ساقيه رقبته توجع فيه. عليه يا سسمك يا اخي انت باش تمشي على قبيعتك؟ هيا تحرك قدامي في ساعه دي بلاد. ليه يامي يامي علي لي المخده دي عايش كان. يا وليدي عايش فوقاني. ايه عايش في ظهرك. عايش ايوا خدمت يا بن عروس. بجاه ربي قل لي اش مجايبك انت سي شباب؟ جاي طول عليك. طول عليا؟ توحشني فيسع. ارجع ارجع شد بوقتك فيسع امشي. ما ربيش تحبني نقعد نعمل انا في البيرو دلندا اجل الرونديفوات الكل وبسكر الحانوت وجايتك. سكر الحانوت سكر الحانوت قلت لك ارجع البيروك فيسع. قالوا سكر الحانوت عندي حانوت بتاع مالح انا. هاي امشي. باهي باهي انا ماشي خلي نقعد شويه بحذاكم ما بين جد دلندا تنمشي. يا ودي مشي مشي لقوم لك توا. تقوم ترا قوم قوم قد نجم ترا. يا ودي ما ياي باهي باهي يا شبشي توا اقعد راهي تخلع فيك حاجه اخرى وبعد وحلوها فيا. اي جلهوني شنو حوال رقبتك انت؟ نزيد ندهن لك بوفيس؟ امي ذاك ما حملتش ريحته وزيد عينيا تولي تدمع. امي تعرف كيفاش؟ تو نعفس على قلبي ونعمل وحدي. ليش وليدي تو ندهن لك انا باهيش؟ لا 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 في روحك يهديك يا ولدي. بسم الله. يامي يامي رجع لي المخده. هيا يا وليدي هاي المخده قد قد. ايش بيك؟ ايش فما زاده؟ عزوز مشكلك بخير. سيدي خويا ما تخشش عليا وما خليش امي تمسك لي رقبتي بالبوفيز. وهي تسطر عليا ربي. تحكي لي تحكيت عبد العزيز العروي علاش؟ اش تحبي نعمل لك انا ترى؟ ما نجمش تعملي مساج؟ نعم؟ اي نحبك تمسك لي كرومتي. اسبوعي؟ لا لا والله عفوا حكايه ميديكال مش تعبين انا. شفي عليك يا سيدنا محمد. باهي سي شباب اطلع مسد لك كرومتك. شفت على ظنينا بيه واه. قوم قوم لا تراك نانا. قوم هز حقتك برا للبير وترخلت عليك. تخبط ايه تخبط
انتي وينك؟ خوك من بكري يستنى فيا. هاني جيت. عايش شد بلاصتي. اكيد عايش. توا يطلب حد تاخذ نمروه وتقول له تنعاودوا نطلبوه. اوكي هنيني يا ربي. يا ربي صلى ما يطلب حد. اوه انا اسمي جيد اسبوعي. هنيني سليمان لاباس؟ اي لا 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 سبب الكل ظهره مازال يوجع فيه. يا ريت يا بني يا ليت يا ليت مش وجع عبدالله على ساقيه. هاي هاي وضربت له هكا على قرشه. هاي يا بني وديريكت طلعت له المخ. هاي ومن وقتها هو يعيط ويصيح وانه الباجي جيبوني الباجي خليني. هم مازال متغش علي وانا حبيت نطلع عليه نطلب منه السماح. والله يا شغلك انا باجي ننصح كل نصيحه لله. يحب لك عام سنين وشوف وشوف. شنو شنو تتمقصص عليا؟ وانا شنو ذنب يا خوك؟ شاد في كحه وديليكاتو عييت من الترشيخ ولا حد تشكى مني. اسمع كي ترجع لهولندا اسالها شنو الجو كان تفرهد شويه ونخطف روحي نعم نطلع عليه زعما تبتا هذا لدى. هي عندك بيها جيت عينها زرقاء وشعرها مفرفش عليه. اختي زينب في الدار. هذا لندا كملت طبلوه؟ وي دكتور. تريتري بيان بون. حط في الكولونه اليمين مصاريف الكراء والصيانه 50,000 دينار في الشهر. ليه يا مي فضيلة في العام؟ هذاك كري الفيلا نتاع النادي حتى في العام برشا. هذي قصر مش فيلا ريت ما هو واحنا مسكننا في بورتمان. واصل دلندا واصل من فضلك يعيشك. حط تحت من صريح احتفالات 70,000 دينار. حتى هما ريفيونات واجتماعات وسهريات ورقصات من فضلك بدون تعليق. اش بيك سيادتك كلوديت يا اخي؟ تعرفش كيفاش سليمان حاجتك بحاجه هاني في بيتي. ايه يا امي حاجتي بحاجه وتوت سويت. يعيشك بجاه ربي هز زينب معاك وخليهم نخدم على روحي. هاي زينب هاي هيا قوم وخليهم يخدموا على روحهم يلا. هاي ربي يعينك. هاي نواصلوا يا دلندا نواصلوا. واه يا اخي ما تحشمش قاعد مر الخرعة في الديرو. يا اش بيا عزوز بواحد يسمرعو بالسيف وفي دار في سكريماتيزر. يا عزوز يا 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 هي تفهميش مراقبتك تستوي خلي مخك يرجع يدور كالعادة. الله صحيتك يالا لا يزي جايه بالسرقة وزيد جايه تمست في سيل خطيف بتاعك. او يا نانا فجعتني ما على خاطر اسبوعي رقبته معنوزة وامي فضيلة ليه بخويا سليمين على خاطر هو زاد ظهره متكونسي. شنية هالعائلة البسكوتو اللي باش تكسبها؟ هيا طلعها امشي بكوجيتك فقط الفطور. وانتي مادام امك لاهية توا انا نمزدك. لا 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 الويس خلي زينب ميساج تنضب راسي وحدي ميساج. لا 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 والله لما نمزدك انا ما تعبش روحك خلي زينب. ماهوش تعب ماهوش تعب يا بابا دور يا بابا دور دور. ايه هكا لاباس عادل انت كملتها؟ كمل دكتور اتاو نخرج كوبي بالامبريمونت ونهزها بدي لي جماير. يعطيك الصحة يعطيك الصحة ميرسي بوكو وسامحني في تعبك. عادة يا عادة فما حتى تعب دكتور ميرسي. اوي يمين انت ظهري دكتور نزيدك مخدة اخرى ماذا بيا يا مدى. لا 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 يا دلند يا دلند مش هذوك هذوك ما يلمونيش شو يعيشك برا البيت النوم تاعي وجيب لي مخدتي من غديك او كان باب الاولاني بعد الكوجينة. حاضر دكتور. ايه ميرسي دلندا يا ميلا بسليمة دكتور وشارة لاباسة ميرسي ميرسي
بسلمي مدام زينب. اشنو اللي ناقصني توا؟ الطفلة ولات ترتع في بيتي؟ اش مازالت سليمان؟ يا بنتي شنو يا بنتي؟ توا هكا الشك والهلواس قتلينك؟ ظهري باش يتقسم كان من طلعتك. انت يظهر لي وليت تسبب لظهرك بالعاني. مادام سيادتك موجوع بالحق، علاش ما تطلبش الدكتور هشام صاحبك؟ مش كيناه؟ بابا صرا انت مازلت شاكه اللي ظهري يوجع؟ ايه خاطر نطلب دكتور هشام. اي يومي امي امي انت يا سي الشباب، مش قلت لكم ما تخليش البيرو وحده؟ اولا البيرو مش وحده، هو فيه دلندا غادي، وثانيا انا جيت باش نعمل تحريشة العادة. كان قدي مبنك هكايا ومبطخ في دارك، انا راني من الصباح وانا نخدم. اسبوعي عيط لي امي تعمل لي كسكور زبده وعجون، والله نحس روحي باش نموت بالجوع. نعمل لولدي ملاليه باهيش. باهي هشام باهي يعيشك، ميرسي بوكو. عي في الامان، وسلم على المدام. ها ميرسي. اش قال؟ شو اش قال لي؟ اش قال لي؟ اش قال لي؟ قال لي يلزمك مساج و وهو باش يبعث لي كيني بعد شوي. يا مرحبا يا مرحبا سليمان، ما حقناش طلبنا الطبيب. او سيلفيجي جي تو يمزدك، تشرب حاجه؟ ها كان فما كاستين بسيرش فما ملالي. هاي تفضل. عايشك اخوي سليمان، سامحني وربي يبعد عليك السر والمرض والباجي والسبوعي زادة. تعرف انا قاعد نخمم سيريوزمون باش نعمل اسيرونس منكم انتوما الزوز. شنو سلومة عاد؟ شنو اللي صار؟ اش تحس في روحك توا؟ خير شوية؟ لا خير لحد شيء، اما تبقى شنو انا مسامح. تعرفش علاش؟ علاش؟ تو كنت انا والدكتور هشام صاحبي، قال لي باش يبعث لي كيني واحدة شختورة في البيان، وقال لي عندها صوابع ما ثماش. ملا سلومة هنا حق تقول لي مرسي على خاطر ترشقت لك ظهرك. هاي جات. هاي يا سي البيجي اوتي. كثر خيرك. ومن بعد باش تعاوني ندخلوا سليمان للبيت. حاضر. اهلا مرحبا بالظل في الشتاء. هذي عامله تعملها سيدي؟ بالله لو كان صارت له حاجه ترى. شوف والله 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 لو كان مش العشره والجوره لما نبه على اولادي ما عادش يكلموك. حتى اسبوعي زاده؟ وخاصه اسبوعي. هكا المقابلة. لا صحة لأمه. عسلامة. عسلامة تفضل. هوني لا الدكتور سليمان لابيو. هي تفضل. أنا الكيني بعثني الدكتور هشام. خويا سليمان توا هزته مرته لليورجونس، موجوع ياسر ياسر. اما الحكاية سيريو دوماج، ان شاء الله مرة أخرى. سلامة. سلامة. يظهر لك. زينب شكون جا؟ ليلى واحد غلط في الدار. ألو ماما، مش عندك واحد يجيك للدار يعمل لك مساج؟ مازال يجيك؟ هاي تفضل بيك من هون. اه زينب شكون؟ الكيني. هاي الحمد لله، حتى انا ما عادش نجم زاد. هاي تفضل. آه. تفضل. على السلامة. قول لي وين تحس في الوجيعة؟ في ظهري. يا عيش خويا بشوية. اي يا ميمتي يا زينب ظهري.